بكل صراحة ما يمكن لي إلا أن نشكر كل واحد صوت عليا كيف ما سبق لي وذكرت، فهذا كيزي ما كيزيدنا إلا مسؤولية. لو موند ديال لو فوتبول سي ان موند شوية ديفيسيل، خصوصا فاش كيكون الواحد مدرب. أشياء بحال هذه جميلة، ولأنك كتزيد مسؤولية، لأنك تولي عندك ناس اللي صوتوا عليك واللي جعلوك أنك تتوج، فكيوليو ناس هادو اللي كيولي كترفد المسؤولية على العاتق ديالك باش أنك ديما تكون كتشرفهم. وكيف ما سبق ليا وذكرت مرة أخرى، فكنهدي هذا التتويج هذا لكل مدرب يفوقني كفاءة، واللي عطى من الوقت ديالو، من وقت الأسرة ديالو، ومن العمل ديالو من أجل الرقي بكرة القدم الوطنية، ويمكن ما وصلش باش أنه يأخذ أن تروفي بحال هكا. وأنا فخور وسعيد، ولكن الأهم في هذا الشيء هذا كامل هو أن هذا التروفي ماشي ديالي بوحدي، كاينين الناس اللي وراءه، هما الناس المسؤولين ديال الفريق المغربي الفاسي اللي عطاونا لا شونس باش اننا واحد المسؤوليه اللي بكل صراحه ماشي سهله من واحد الناحيه، باش اننا خدمنا على راس فريق المغرب الفاسي. والناس اللي معايا، الاطقم اللي معايا اللي كيديروا عمل كبير وجبار، والطاقم الطبي والطاقم الاداري، كذلك الجمهور اللي دائما كيشجعنا، وخصوصا اللاعبين لانهم هما لي فري زاكتور ديال 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 المدرب سور لو تيران، فكنتقاسم معاهم هاد لو تروفي.